الله وبركاته معكم ايه في دي زي او عمر عادي ايش ما تشوفوا اليوم شباب رجعت لكم بمقطع جديد اليوم شباب حاب اخبركم انه بصور مقطع جراند الحياه الواقعيه في سيرفر سعودي فشباب قبل لا نبدا الفيديو سووا لايك سبسكرايب كل اللي عرفت لازم شباب تدقوا على جرس التنبيهات عشان يخبركم اول ما ينزل فيديو 95% منكم شباب ما مسوين سبسكرايب شباب سووا سبسكرايب سبسكرايب مجاني ويشجعني انزل فيديوهات زياده فالله يخليكم سووا سبسكرايب يلا زي الشباب معكم دي زي طبعا شباب بدينا في سيرفر هذا السيرفر اذا تبون اسمه مكتوب فوق شوفوا عاد شوفوا شخصيتي عاد شكلها السم المهم هذا السير اعلى سيرفر موجود في السعوديه شي فوق اول شيء فقلت بجربه لان اشوف وايد ناس داشينه وفوق ان البوست ماله وايد عالي فاذا البوست عالي تعرفوا ان السيرفر فيلا الحين اول شيء خلني اسير ابدل هالملابس السم السنبله ملابسي خايسه والله يلا خلصنا من الملابس نروح نسوي لنا ما ادري شو اي دي نتفاجئ يصير ستاربكس انا بعد وين لما التصوير هناك خليني اشوف في مال وظايف ما في وظايف لا تقول بعد سيرفر تشي وش كبره وها وقتي ما في وظايف والله ينرفزوني تشي الناس ما الناس توظيف شو اتوظف عامل بناء سائق بنك كيف سائق بنك بياع حمور خياط تاجر حشيش مزارع توزيع البضايع اسلحة صياد سمك عامل بناء توصيل بيتزا ميكانيكي تاجر حشيش ايوه شراء الحبوب يلا نبدا كيف اسكرها خلاص هذا مكتوب فوق تاجر حشيش انه ما تسوي اي ديك وما ادري شو لا ما في مو بلازم يلا زين خلاص خلصنا من هالامور عندي 1,020,000 انا الحين اول شيء تعرفون شو بسوي شباب بطلع لي سياره بعدها بشوف شو بسوي يمكن اسير اراويكم الشغله شوي بعدين اروح على طول سلاح وراح اخرب ام المدينه اخي هذا ليش شلني 2000 years later طبعا شباب ردينا اسمحوا لي عاد لكن كل دقيقه احد يخطفني ايش السالفه بغير شخصيه شراء خلني بشتري سياره بشتري البي ام دبليو اوكي فيلا طلع لنا سياره دقيقة بالله يا خوي بركم معك خلنا نسكر خلنا نسكر الها الحين كيف نربط الحزام ولا نراوغ هاي السيارة تشوح بسرعة على طول سويت هذا سيارتي تشمخت يعني الحين يلا بنروح نشوف وين الوظيفة أول شيء خلنا نشوف الأماكن شراء بذور يلا وراح نشتري البذور اول وش فيك انت يا ود الذين الحمد لله مو فاهم ريسي ما في نايترس اشرد والله ما خليه يلحق وراي والله ما خليه يلحق وراي قاعد يلحق وراي وما ادري شو شباب ردوني لكن ردوني شوي قريب من المنطقة يلا خلنا نسير الحمد لله يعني ما نروح من شو اسمه هذا من التفتيش على طول دخلنا من داخل الحين بنروح ناخذ لنا البذور هذا اتوقع السنه اللي بنروح ايوه بتروح ان شاء الله عاد ما في حد انا ما ابي اتمنى ما في اي شخصيه موجود يعني عاد اسمحوا لي شباب غيرت الوظيفه اوف كاميرا عشان ما اخليكم تصبرون وتتريون وما ادري شو اللي ما تستوي سنه حالش ما ينجز هذا ينرفزني شي يا اخي لازم اسير اخر شيء كيف ادخل هنا والله مشكله
لأن الوظيفة هنا لا. أوه غيرت الوظيفة مثل ما تشوف فوق مكتوب بياع. ما بقول عشان اليوتيوب ما يعطوني سترايك بعد. تحمل عاد. زين شباب خلنا نزرع خلنا ننتظر شيء لازم أنت ماشين أشيل 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 أشيل. الحين بتم سنة هنا. والله بتم سنة. أشوفكم عندي. عندي 25. يلا على الأقل خلي يكون عندي 30. وهذا شباب ضيفوني على انستغرام ببطلكم بثوث ان شاء الله في المستقبل حتى على تيك توك ضيفوني وضيفوني على على تويتش بعد يمكن اصور لكم بثوث هناك مع اليوتيوب بدل اليوتيوب اصور هناك. اوكي شباب جمعت شي 35 هذا ليش تي لحين مسوي تحيه كل ما ادق العلامه شو اسمه الهوت كي مال التصوير يستوي تي تو سيارتي الجديده بنتلي استوي تغني شباب أو لا أنا قاعد في السيارة يلا شوفوا عبالكم مو بسيارتي لا سيارتي زين الحين نروح المنطقة الثانية خيبة هذي وين شو هذا الشارع السم خلنا نروح شوية أفراد خالف الرول بلاي يلا عادي خلنا طيبة دوس والله الدوس هاي بسرعة أسرع من البي ام أنا أقول البي ام خايسة والله البي ام خايسة صراحة أبوي شو رأيكم بالدرفت يا جماعة شو رأيكم بالدرفت فنانة كم بترول فيها 73 أنا نعطيها درفت خفيف شو أحب هذا ذكرني بأيام السوني يوم أيام السوني كان يحتاج حتى هنا يسوي أنا طاير والله إني طاير ليش سيارتي ما تمشي وين ولد شوف أنا كم واب مرة ثانية عاد اسمحوا لي عاد شباب ردينا لكن من الطريق الثاني لان هذاك الطريق الصراحة ما اعرف شو فيه طرت وطحت داخل البحر والله يرحمني بس هذا اللي بقول لكم والله العظيم وهقة كانت لان منطقة غير آمنة ما حد يقدر يمشي خلنا دايسين قسم بالله اني دايس ريسكام تعرفون صارت مرة ثانية صح شوفوا كيف شفتوا كيف والله يا اخي مشكله والله هذه مشكله كبيره احس من كثر ما السياره سريعه عادي المهم الامور طيبه خلنا نكمل مشوارنا اليوم شو مشوارنا اليوم شو تتوقعون يلا نروح نحلل راح نسوي لهم تحليل يلا عنا اوه سريع وايد سريع يا جماعه والله شباب وصلنا المنطقة الثانية لكن توي شفت سيارة عدالي وبت من فوق عشان شي جاي من هني مثل ما تشوفون سويت حادث بعد ايه الله يسلمكم يا جماعة اسمعكم يقول لكم بالله السلامة الله يسلمكم الله يسلمكم المهم الحين نروح نبيع والله بسرعة وايد سريع وايد سريع يا جماعة والله وايد سريع لو تميت تجمع وايد احسن افضل لي يعني بيكون الفلوس اللي جمعتها من الفلوس اللي جمعتها بدي اشتري لي فار شيء من هالناحية هذه الناحية عبالي بتتحلل يعني اشياء اللي في الحقيبة بتروح بس ما راحت تذكرت لان هذا شيء في الحقيبة ما يروح الا اذا لوته صرنا مكان اللي نبيع فيه اني هنا اموال قطر الحين لازم اسير اسوي غسيل اموال بعد لازم اسير اسوي غسيل يلا يلا شباب قاعد ابيع برد زين شباب وصلنا لنهايه الفيديو الله يخليكم سووا لايك سبسكرايب استعملوا كلنا في فلتم شوب عاد اسمحوا لنا عاد نهينا الحلقه في نص الحلقه لكن ان شاء الله بيلكم بارت 2 اذا وصلت الفيديو 20 لايك وصل الفيديو 20 لايك اذا تمون بارت 2 شباب
شباب لا تنسون لايك سبسكرايب كل مرة لاتم شوب تقعد على جرس نبيات تشوفون أول ما ننزل فيديو 95% منكم ما نسيت سبسكرايب شباب سوي سبسكرايب مجاني شجعني ننزل فيديوهات جديدة شباب يلا زين فيديو يلا peace.